السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أستاذة؟ وصلنا معاكم في مادة التاريخ إلى الدرس الثالث، الخليفة عمر بن الخطاب، مدة خلافته 10 سنوات من 13 إلى 23 طبعاً هجري، طبعاً من الوحدة السادسة الخلافة الراشدة. زي ما حكيت لكم الخلافة الراشدة هي 4 خلفاء، أول خليفة تحدثنا عنه هو أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم علي بن أبي طالب، ثم عثمان بن عفان، آخر خليفة هو علي بن أبي طالب. عمر بن الخطاب اليوم هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين، طبعاً مدة خلافته 10 سنوات يا سادس، من 13 هجري إلى 23 هجري، واضح؟ لا تنسوا تكتبوا التاريخ الأحد 4/4/2021. بداية عمر بن الخطاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول دائما اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب اللي هو اللي نتحدث عنه اليوم، وعمرو بن هشام. عمرو بن هشام هو عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أبو جهل، كان يلقب بأبو حكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لقب أبو جهل أنه قتل سمية وطعنها في قلبها لأنها أعلنت إسلامها، حيث أراد أن يجعلها ترتد على الإسلام وتعود إلى عبادة الأصنام، إلا أنها أبت ورفضت، فما كان منه إلا أن طعنها في صدرها، فلقبه سيدنا محمد أبو جهل، وكانت سمية هي أول شهيدة في الإسلام. عمر بن الخطاب اسمه هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، لقبه الفاروق، لقبه بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان يفرق بين الحق والباطل. الفاروق أنه كان يفرق بين الحق والباطل، لذلك لقب بالفاروق يا سادس. طبعا إسلامه إن هو أسلم عندما سمع زوج أخته سعيد بن زيد يقرأ آيات من القرآن الكريم، فعندما سمع هذه الآيات شرح صدره للإسلام ودخل الإيمان في قلبه، فذهب إلى دار الأرقم من أبي الأرقم الذي كان يجتمع فيها سيدنا محمد مع الناس يدعوهم فيها إلى الإسلام والإيمان بالله تعالى وحده، وهناك عند سيدنا محمد أعلن إسلامه ونطق بالشهادتان في السنة السادسة من البعثة، يعني بعد 6 سنوات من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة. الآن خلافته، عندما شعر أبو بكر الصديق بأنه قد أنه مرض وقد يموت، أشار على الصحابة أن يكون عمر بن الخطاب هو خليفة له، أمير للمؤمنين، خليفة للمسلمين، وفعلا وافق المسلمين وتم اختيار عمر بن الخطاب خليفة للمسلمين وسمي بأمير المؤمنين. الآن يا سادس، أهم أعمال عمر بن الخطاب، أول شيء قام بوضع التقويم الهجري، حيث كانت الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة بداية لهذا التاريخ. هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت بداية التقويم الهجري. التقويم الميلادي كلنا بنعرفه، التقويم الميلادي هو بدايته ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، لكن الهجري هو من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العمل الثاني مقام بإنشاء الأمصار، وهي الأمصار أنشئت في البلاد المفتوحة نتيجة لاتساع الدولة الإسلامية ودخول مناطق جديدة إلى طبعاً إلى أو تحت حكم الدولة الإسلامية، فدفعوا ذلك إلى إنشاء الأمصار حتى تكون مكان لاستراحة طبعاً
جند ومعسكرات لهم. هاي الأمصار اللي أنشئت في البلاد المفتوحة هي ثلاث: البصرة والكوفة والفسطاط في مصر. البصرة والكوفة في العراق، الكوفة سنة 13 هجري والبصرة 14 هجري، أما الفسطاط سنة 20 هجري. أيضا العمل الثالث أنه قام بإنشاء دواوينيا سادس. من الدواوين هاي كانت عبارة عن سجلات، سجلات يوضع فيها أسماء الجنود ورواتبهم وعطياتهم طبعا لهم ولعائلاتهم. من هاي الدواوين هي ديوان الجند وديوان الخراج. طبعا ديوان الجند يا سادس، هذا الديوان كان من اسمه ديوان جند، يعني بيكون مسجل فيه ماذا؟ أسماء الجنود ورواتبهم. أما ديوان الخراج كان خاص بالضريبة التي توضع من ناتج الأرض، إذا هي لها علاقة بماذا؟ بالأرض، إذا هي ضريبة توضع أو تأخذها الدولة من ناتج الأرض، ضريبة تأخذها الدولة من ناتج الأرض. أيضا قام بإنشاء نظام الحسبة لمراقبة طبعا لمراقبة البيع والشراء في الأسواق. وغير هيك إنه قام باستحداث نظام المحتسب، قام باستحداث نظام العسس وهو نظام الشرطة بمفهومنا الحالي. وهذا النظام هو وضع كان يسمى بحرس الليل، كان يتابع أمور المسلمين والاطمئنان على احوالهم وحفظ الامن والاستقرار في الدوله الاسلاميه. طبعا اللي بدلني على انه سيدنا عمر بن الخطاب انه كان عادل ويفرق بين الحق والباطل ما حصل مع ابن طبعا طبعا عمرو بن العاص. ابن عمرو بن العاص اشترك في سباق للخيل مع قبطي. طبعا هذا القبطي كان او غلام اسود البشره، تسابق مع هذا الغلام وسبق القبطي الغلام ابن عمرو بن العاص. فابن عمرو بن العاص لم يقبل بالهزيمه فضرب القبطي لأنه سبقه بالسباق. فذهب الغلام واشتكى لمين؟ اشتكى لعمر بن الخطاب. قالوا إنه هو تسابق مع ابن زبير بن العوام، ابن عمرو بن العاص، وعندما سبقه بالسباق ضربه بالصوت، يعني وهو عبارة عن زي يعني في مصطلحاتنا الحالية زي الشاطئ. كان هذا الصوت اللي يضرب فيه العبيد قديما من أجل تأديبهم وتخويفهم حتى يمتثلوا لأمر أسيادهم، ضربه به وأخبره أنه ضربه بالصوت لأنه سبقه بالسباق. فما كان من عمر بن الخطاب إلى أن استدعى عمرو بن العاص وابنه إلى طبعا إلى المدينة المنورة. وفعلا فطلب من الغلام عمر بن الخطاب أن يأخذ حقه من عمرو بن العاص ويضربه كما ضربه طبعا نتيجة لأنه سبقه بالسباق. وقال عمر بن الخطاب مقولة مشهورة: متى استعبدت من الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أيضا اللي بيدل على أنه سيدنا عمر بن الخطاب عادل أنه قصته مع الرجل اليهودي الذي وجده يسأل الناس ويمد يده للناس حتى يعطوه المال. سأله عمر بن الخطاب أنه لماذا أو ما الذي أوصلك إلى هذا الفعل؟
انك تمد ايدك للناس او تقف على الابواب وتسال الناس المال. فاخبره الرجل الجزيه والسلم والحاجه، لانه كان يفرض على غير المسلمين الجزيه انهم يدفعوا ضريبه للدوله الاسلاميه. وايضا حاجته الى المال وسنه انه كبير بالسن ما له معين. فماذا فعل عمر بن الخطاب؟ لم يلتفت لامره ومشى لطريقه، أم أنه حاول أنه يساعد هذا اليهودي؟ نعم، حاول أن يساعد هذا اليهودي، أخذ بيده وذهب به إلى بيته وأعطاه مما عنده من طبعا طعام ونقود، وأمر برفع الجزية عنه، وليس فقط عنه، وعن كبار السن الموجودين في الدولة الإسلامية. وصرف لهم أيضا مبلغ من المال من بيت مال المسلمين ليكفي حاجتهم، يعني مش بس رفع عنهم الجزية، أيضا أعطاهم رواتب شهرية طبعا تنفعهم وتؤمن احتياجاتهم له ولغيره. الآن طبعا يا سادس افتحوا لي صفحة 58، نعين الأشياء المهمة. أولاً، ماذا تستنتج من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دلالة على قوة عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام بإسلامهما تزداد هيبة المسلمين. من هو عمرو بن هشام؟ هو أبو جهل، حكيت لكم عنه. الآن اسمه ونسبه مهم جداً، هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي. الآن كنيته صفحة 59، الفاروق، كنيته الفاروق. علل إطلاق لقب الفاروق على عمر بن الخطاب، لأنه فرق بين الحق والباطل. فكر، ما السبب المباشر لإسلام عمر بن الخطاب؟ لأنه سمع القرآن من زوج أخته سعيد بن زيد، فشرح الله صدره فدخل قلبه الإيمان. ما الأسباب التي تؤدي إلى هجرة الإنسان من وطنه؟ البحث عن مكان ما آمن وأفضل. الآن ما هي أعمال عمر بن الخطاب؟ أعمال عمر بن الخطاب، ما هي أعمال الخليفة عمر؟ واحد، التقويم الهجري. ما هو بداية التقويم الهجري؟ ما هي بداية التقويم الهجري؟ هجرة الرسول من مكة إلى المدينة اللي هي ثرب. أيضا العمل الثاني، إنشاء المدن الإسلامية اللي هي الأمصار، إنشاء الأمصار. علل، أمر الخليفة عمر بن الخطاب قادة المسلمين إنشاء مدن جديدة الأمصار في البلاد المفتوحة لتكون معسكرات لهم يرجعون إليها مثل البصرة والكوفة والفسطاط. اذكر مدن الأمصار، اذكر مدن الأمصار التي أمر ببنائها عمر بن الخطاب ورتبها حسب تاريخ الإنشاء. الكوفة 13 هجري، البصرة 14 هجري، الفسطاط 20 هجري. إنشاء الدواوين، وهي سجلات تتضمن أعطيات ثابتة للجند للإنفاق على عوائلهم. الآن ما هي، اذكر أمثلة على الدواوين في عهد عمر بن الخطاب. أولا ديوان الجند، وظيفته تسجيل أسماء الجند وأسرهم وتقدير مقدار العطاء الرواتب المخصصة لهم. اثنين ديوان الخراج، وهو الديوان المعني بالضريبة التي تأخذها الدولة من ناتج الأرض. أيضا العمل الرابع، إنشاء نظام الحسبة. ما هي مهمة نظام الحسبة؟ الإشراف على عمليات البيع والشراء في السوق. هل هناك مؤسسة معينة تقوم في وقتنا الحاضر بدور شبيه بدور الحسبة؟ وزارة الصناعة والتجارة. ماذا تستنتج من تولي المرأة أمر الحسبة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب؟ لأنه شفاء بنت عبد الله كانت تولت أمر الحسبة، كان عمر بن الخطاب يأخذ برأيها، دلالة على أن
دلالة على دور المرأة وإشراكها في إدارة الدولة الإسلامية. الآن الخمسة، العمل الخامس لعمر بن الخطاب، استحداث نظام الشرطة العسس. ما هو نظام الشرطة العسس وما وظيفته؟ أولاً هو نظام العسس حرس الليل، وهي تكافئ الشرطة اليوم. اثنين، متابعة أمور المسلمين واطمئنان على أحوالهم. ثلاثة، نشر الأمن والاستقرار. مثل ما أنتم شايفين يا مس الصورة، هنا صورة للملك عبد الله الثاني، وهو طبعا يهتم بكبار السن ويهتم برعايا. في عندنا سؤال، لماذا يجب على المسؤول في الدولة أن يتفقد أحوال رعيته؟ لأن كل راع مسؤول عن رعيته فهو محاسب أمام الله. ما دلالة هذه القصة لقصة عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص، ابن عمرو بن العاص الذي ضرب القبطي بالصوت اللي حكيت لكم اياها قبل شوي؟ ما دلالة هذه القصة؟ دلالة على عدل عمر بن الخطاب، انه هو لم يلتفت انه ابن عمرو بن العاص هو انه هو ابن امير من امراء المسلمين، ولم يلتفت انه هذا القبطي عبد، بل اقام العدل بغض النظر عن الأشخاص الذين يقوم بالتحكيم بينهم. وهيك يا سادس بنكون أنهينا، ويعطيكم ألف عافية.